السلام عليكم. اليوم نتكلموا على مدينة جديدة تاع حسين سعود، ونروح نشوفوا الجديد تاع المدينة هذا، بما أنه عندنا صور جديدة تاع المدينة فيه آخر استحداث لخارطة جوجل، يعود إلى 3 أشهر فقط بعد ما كانت صور قديمة تقرب 6 سنوات. الآن عندنا صور جديدة تاع جوجل، ونروح نشوف مستوى الأشغال نتاع المدينة الجديدة هذه نتاع حسين سعود، ونزيد نشوف بعض الصور نتاع المدينة، صور حالية تاع يعني نتاع هذه السنة، نشوف يعني عن كاتب يعني النوعية تاع العمارات هذه في آخر الفيديو. إذا نشوف هنا الخريطة نتاع المدينة اللي بدأت تظهر الملامح نتاعها، يعني من ناحية البنى التحتية، الطرقات والفيردي واللي ريزو ديفير، لاحظ أنه فيه عمل دار حتى ولو ناحية التعمير مازال بعاد. أنا نشوف بعض الأحياء السكنية اللي هي في الحقيقة عمارات، لكن تبقى عملية بناء المرافق غائبة، وكذلك نلاحظ أنه غياب التشجير على المساحات هذه. هنا نشوف طرقات مخدومة، لكن التشجير مع الطرقات والمساحة الخضراء ما فيهاش، ما زال قاع ما بداتش. وهذا المشكل نتاع يعني المسؤولين، احنا في الجزائر عندنا مشكل مع الفيرديسمون، مع التشجير، مع الاشجار، مع الاخضرار. الجزائري المسؤول يعني عنده مشكل مع اللون الاخضر، يا يعني للاسف. اذا هذا هو المستوى نتاع المدينه، وكذلك يعني المدينه هي اكبر من هذا بكثير، وهذا المركز نتاع المدينه هذا الطول ديالو هو 3 كيلومترات و400 متر، حوالي 3 كيلومترات ونص هو الطول نتاع المدينة هذه، يعني في الوسط هنا في الخط هذا تاع الوسط. كذلك المدينة هي في الحقيقة فيها جزئين، هذا الجزء نتاع الساكنة سي لا فيل، وكاين المنطقة الأخرى اللي تسمى بالمنطقة لا زون لوجيستيك، منطقة الإمدادات، أو المنطقة هي يعني في الحقيقة تعتبر منطقة صناعية، المنطقة الصناعية اللي نشوفوها هنا، واللي فيها الأشغال كذلك نتاع الطرقات والبنى التحتية، راهي يعني تقريب نص نتاع المنطقة هذه المنطقة الصناعية. إذا هذه هي أولى المنطقة النشاطات، هاي مكتوبة هنا زون داكتيفيتي لوجيستيك، تقول النشاطات نتاع الإمدادات. والمدينة هذه نقولها بكل صراحة أنه المشكل نتاع المدن في الصحراء هو مشكل سياسي بالدرجة الأولى، لأنه ما فيش إرادة على المستوى البرلماني أو المستوى أعلى مستوى لبناء مدن قائمة بذاتها. يعني من الاستقلال الى يومنا هذا عرفنا بناء دي باز دو في، محطة حياة او قاعدة للحياة للعمال في مناطق مختلفة في حسين سعود وحسين رمل، لكن ما كاش مدينة كبيرة. الان ما بقاش هذاك نروح نخدم في الصحراء، راني في ديبلاسمون، ما رانيش ديبلاسمون. يا اما ترحل تسكن تروح تخدم في الصحراء، ترحل للصحراء وتخدم في الصحراء، ما كاش هذا تروح تخدم ديبلاسمون وتسكن في لاباز في، ما كاش منها هادية. نديرو مدينة والناس تسكن فيها، مدينة مفتوحة اوبن، مدينة كما داروا في المدن في دول الخليج، خاصة في السعودية، مدن كما الدمام، كما خيبر، كاين بعض المدن في السعودية كانوا دي باز بترول تاع استغلال الغاز والبترول، ما تصبحوا مدن
مدن مفتوحين الى كل ساكنه قائم، ماشي دي باز دو في. كيفاش دوك ملي الاستقلال 60 سنه وحنا نسكنوا في لا باز في 60 سنه من بعد مازال العامل اللي يروح يخدم يسكن في لا باز في ويتوشي دوبل سالار؟ لا يا اخي، ندير مدينه قائمه بذاتها بكل مقوماتها، واللي يسكن تما يخدم تما. ولا كان استحقنا عمال من الجزائر العاصمه ولا من اي دول من الشمال ودول اخرى بعيده على المناطق العمل، يروحوا يسكنوا تما، يرحلوا يسكنوا تما، يديروا مدن قائمه حبسونا من لي باز في هادويا، نبني لا باز في. لا يا اخي، نبني مدن عاديه بكل مرافقها وصاي، ما كاش ديبلاسمون. هذا ديبلاسمون راك ما راكش في، ما راكش ديبلاسيت بلاد واحده اخرى. ديبلاسمون كي تكون كاين نقولوا موقع تاع العمل، لا زون دو ترافاي تكون فيها ان زون ايزولي بعيده ومؤقته. هذيك المنطقه قال يعني هذوك لي سيت دو لي سيت دو ريشيرش نتاع البترول وكذا منا يديروا دي باز في ابروكسيميتي، يكون فيها ان ديبلاسمون يكون فيها. اما انت تخدم 40 سنه وانت تعمل في الصحراء وتعمل في ديبلاسمون، كاش منها هديه. ندير مدن والناس تسكن فيهم عادي، ويسكن فيهم اللي يخدم في الصحراء في البترول ولا اللي يخدم في اي مجال اخر. اذا هذه الفكره هذه نحبسوها، وهذه المدينه هذه تاع المدينه الجديده تاع حسين مسعود يا خويا، الشركات تاع البترول تساهم، الشركات اللي تستعمل تعمل في البترول والغاز تساهم في انشاء المدينه هذه، ويديروا كما صون اتراك وكذا وكذا وكذا، يديروا لادمينستراسيون تاعهم لي سياج لي سيكورسال دياولهم لي زانتان تاعهم في الصحراء، يديروهم في مدينه كبيره قائمه بذاتها، ويشاركوا هما الاولين اللي يستثمروا في المدينه هذه، ويديروا يعني كل لي باس تاعهم لي باز في اللي كانوا منتشرين هكذا ولا حاجه. قال يا خويا ندير هنايا، نديروا مدن، ما نديرش انا باز في، خلاص العقليه تاع الباز في وفيها الاشجار. انا شفت الباز في تاع حسين مسعود عندها 30 سنه ربما، رحت لتما تقول راك في جاردان ديسي، تقول راك في جاردان ديسي، بصح غير العمال نتاع العمال تاع سوناطراك تخرج برا ما كان والو. لا يا اخي، دير لي مدينه عاديه نورمال كبيره واسعه مفتوحه لكل المجالات. اذا هذا هو التفكير، لازم يحبس التفكير تاع لي بازغي، وننطلق في انشاء مدن مش بالضروري بالضروره بالحجم نتاع مدينه بوغزول، مدينه حسين مسعود هذه اللي رانا فيها، لكن مدن اصغر منها وتكون مدن مكتمله بكل مرافقها. هذه هي، وان شاء الله يكون فيها. وكان مشكل اخر كذلك، هو المشكل نتاع التوطين نتاع لوكوباسيون نتاع لا فيل. يا خويا انا ما ننتظرش حتى نكمل المدينه حتى تولي مدينه كامل باش نبدا نسكنها ولا نبدا نستعملها، نقدر نسلم المدينه جزء بجزء. يا بروبليم تاع لا بروغراماسيون تاع لا ليفريزون دي سيت، يا خويا نقسمها على دي سيت مواقع في المدينه، وكل عام عامين نسلم موقع سكنات بالسكنات بالمرافق المدارس كل ما هو يحتاجه المواطنون، ويكون يتم ترحيل الناس ويسكنوهم، وتبقى يعني المدينه تبدا تتسلم نتاعها يعني بأجزاء يعني متتابعة حتى تكتمل المدينة. ما ننتظرش حتى تخلص المدينة باش نبدأ نسكن في الناس. دوك هذه العمارات هذه هنايا، هاي تبنات تقعد هكذا يا 10 سنوات وهي مغلقة. هذا أمر غير طبيعي، هذا أمر غير طبيعي. والتفكير هذا التفكير تاع تسير المدن ويعني ومشكلة التوطين تاع المدن، يعني لا ليفريزون نتاع لي سيت هذويا لازم يكون مبرمج بطريقه يعني ذكيه كما نقولوا حنايا.
نعطيكم مثال، مدينة تاع برازيليا 5 سنوات بعد بداية بناء المدينة تاع برازيليا بدأت الناس تروح تسكن، بدأت السكن في أجزاء، وتبقى المدينة تتطور اون باراليل. نخليكم الآن، نخليكم مع نهاية الصور، وأترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.